السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شيوات راديو، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون هي غلاس كريمي فليفرين بثلاث نكهات مختلفة، نقدروا نقدموه للضيوف ديالنا او الافراد الاسرة ديالنا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. باش تعرفوا طريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات ديال هاد الكراس غادي نحتاج هنا واحد الدرهم طبيعي، سارشي ديال الفاني، قطعة من الجبن المربع، جوج معالق كبار ديال السكر كلاسي. اللي ما كيبغيش الحلوة يقدر ما يديرهاش، لان هاد كريم شونتيي، هذه البودرة كتكون شوية حلوة، فانا كتعجبني الحلوة. غادي نزيد هنايا السكر كلاسي. غادي نحتاج علبه ديال لا كريم شونت ديال الشونتيي بودر، ونسيترو ديال الحليب. بالنسبه للنكهات فانا غادي نقسم هذا الخليط على ثلاثه، واحد غادي نكهو هنايا بقهوه سريعه الذوبان، واحد غادي نكهو بالشوكولا. انا هنايا خديت الشوكولا ذوبتها تقريبا غير واحد 3 المعالق كبار ديال الشوكولات مذوب، ونسلي كراميل. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. هنا في إناء الخفق غادي ندير الحليب، غادي نزيد معاه هنايا هاد العلبة ديال الشونتيي، وكذلك هنايا سكر كلاسي. نزيد العلبة ديال الفاني، وغادي نخفق هادشي كامل. في الاول غادي نبدا بسرعة منخفضة شوية، وغادي نبدا كنطلع السرعة باش غادي تطلع لي هاد لاكريم. هنا من بعد ما طلعت هذيك لاكريم، هنا ما غاديش نطلعوها بحال غادي نديروها في شي تورته، غتبقى بالنسبه لهذه ديال الكلاص كتبقى شويه خفيفه. غادي نزيد دابا هذه القطعه ديال الجبن، وغادي نزيد دانون طبيعي، هنا تقدروا ديروا اي دانون باي نكهه بغيتوها، ولكن الا بغيتو ديروا دانون اللي بالنكهات خصكم تتقسموا هذا الخليط باش كل واحد ديروا فيه نكهه. غادي نعاود دابا في التطراب. هنا نسيت ما عطيتكمش في المقادير، كنت باغا نقول لكم ديروا معلقه ديال العسل في الكلاص، كتعطي واحد التعليكه زوينه، وتقدروا ديروا حتى معلقه ديال الجليكو. غادي نعاود دابا في التطراب. هنا من بعد ما طلعت الكريمه كيف كتلاحظوا هذا هو القوام ديالها. دابا غادي نقسمها على ثلاثه. هنا قسمت الخليط على ثلاثه كيف شفتوا معايا، نص خليته هنايا. دابا غادي نزيد ليه هاد المكونات، هذا غادي نزيد ليه الشوكولا مذوبه، صافي. غادي نخليه دابا على جنب. كيف لاحظتوا هذا راه بدا كيقصح لان درنا فيه الشوكولاط، وبالنسبه لهذا غادي نزيد فيه كراميل، نيسلي كراميل هذاك اللي كيتباع جاهز. هنا بالنسبه للكميه ديال نيسلي او الشوكولا ديروا على حسب اللي متوفر عندكم، شحال ما بغيتوا، بغيتوا تكثروا كثروا، بغيتوا ديروا غير شويه غير فقط النكهة ديرو، كل واحد يدير على حسب اللي متوفر عنده. غادي نخلطو حتى هو بنفس الطريقة ونخليه على جنب.
حصلت على هذا الخليط كيكون اللون ديالو كراميل. انا هنا الاضاءه ما مساعدانيش باش يبان لكم اللون كيف ما هو، ولكن راه غادي اللون ديال الكراميل. الا بغيتوا اللون يجيكم غامق زيدوا النكهه ديال الكراميل. وبالنسبه لهذا اللي بقى هنا في الاناء غادي نزيد ليه قهوه سريعه الذوبان، ما غاديش نديرها كلها بنتي كثيره، وغادي نخلط حتى تذوب لينا هذيك القهوه. هذه غادي نرجعها للطراب الكهربائي باش تذوب ليا دغيا القهوه. دابا من بعد ما وجدت الكميه كلها غادي نغطيها بالسلوفان وغادي ندخلهم للمجمد. كل 5 دقائق تقريبا غادي نخرجوا هذا الكلاص وغادي نخلطوه غير بالمعلقه، نبداو كنخلطوا فيه حيت هذا الكلاص هذا ما بغيناش يتجمد، بغيناه فقط يقصح وصافي ولكن يبقى كريمي. كيف قلت لكم كل مره تقريبا كل 5 دقائق غادي نخرجوا هذا الكلاص وغادي نخلطوه اما بالتراب هذاك الفوي ولا بمعلقه ونرجعوه عاوتاني للفريغو ونجبدوه. المهم حتى يبان لينا رجع هو جامد ولكن كريمي ماشي قاصح، لاننا غادي نديروه في لابوش. غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش غيكون. انا دابا غندخل المجمد هنا، ملي كنخرجوه من المجمد كنحاولوا نخلطوه بهذه الطريقه. هنا راه بدا كيقصح وكنعاودو نغطيوه وندخلوه عاوتاني يعني مره اخرى حتى غادي يتجمد. غادي ناخذ دابا لابوش اللي درت ليه هذا الراس. هذا بالنسبه للكلاص ديال الشوكولا او الكلاص مذاق الشوكولا، غادي نديرو في هاد لي فيغين هادو وغادي نزينو بصلصه الشوكولا. بالنسبه لهاد الصلصه ديال الشوكولا غير الشوكولات كحل ذوبتو، وكنبداو كنزيدو الماء بشويه بشويه وحنا كنخلطو حتى كنحصلو على هاد الصلصه هادي، وغادي نزينو بهاد الحبيبات ديال الشوكولا. بالنسبه للكلاص خليوه يتجمد مزيان مزيان، انا هنا راني زربت عليه لانني كنصور لكم، نتوما عطيوه الوقت الكافي حتى يتجمد باش غادي يخرج لكم الشكل زوين. على هذا الشكل هذا غادي نزينو بشويه من صلصه الشوكولا. هذا الشكل ندير فوقو هاد الحبيبات. ودابا بنفس الطريقه غادي نعمر جميع الكؤوس اللي عندي. بالنسبه لهاد الكويسات هادو غادي نزينهم بصلصه الشوكولا من الداخل وغادي نعمرهم بالكلاص بنكهه القهوه. واما بالنسبه لهاد الكويسات هادو فغادي نعمرهم بالكلاص بنكهه الكراميل. وكيف سبق وقلت لكم الكلاص ديالكم خليوه مزيان يزيد يتجمد، انا راني زربت عليه دغيا عمرت به هاد الكويسات وهو باقي ما تجمدش مزيان. وهنا كنزينهم بصلصه الكراميل. هاد الصلصه هادي فقط كناخذ شويه ديال نسلي كراميل وكنزيد معاه الناباج، كنخلطهم حتى كنحصل على هاد الخليط بهاد القوام هذا. وغادي نزينهم في من الفوق بهاد الحبيبات هادو. هاد العقيق هذا اللي كيكون ذهبي وقابل للاكل هكا باش نبينوهم بلي راهم ديال الكراميل، لان هادوك الحبيبات ذهبيين. وبالنسبه لهادو بنكهه القهوه زينتهم بشويه ديال البيستاج. هاد الكويسات كلهم غادي ندخلهم للمجمد تقريبا نصف ساعه وعاد غادي نخرجهم ونقدمهم في البلاطو على هذا الشكل هذا.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص او التحليه ديالنا. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم وضروري تجربوه وتردوا عليا كيفاش جاكم. وما تنساوش الانضمام للقناه بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد للقناه. وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم باللايكات وبالتعليقات ديالكم الرائعه. ودمتم اوفياء والى وصفه مقبله ان شاء الله. خليتكم على خير. السلام عليكم.